الله رجل المباراة جيرالدو لعب 45 دقيقة وصل للأسيست الخامس. يعني كفاية يا جماعة الفترة دي، يعني رسالة بس لجمهور النادي الأهلي، نحاول نقلل النقد شوية على اللعيبة في الفترة دي الحالية. احنا محتاجين دعم. في لعيبة ممكن تكون بتضيع فرص في بعض الفترات وفرص غريبة، بس الفترة دي نأجل كل الكلام ده لغاية ما تحسم لقب الدوري وبعدين نقعد بقى نقول وبعدين بقى إيه؟ بعدين تعالى اوعدكم يا جماعة، اوعدكم ان شاء الله بعد نهاية الدوري هنعمل حلقات لكل الإيجابيات وكل السلبيات. أنا بوعد حضراتكم على هواء مباشرة لكل ما هو إيجابي وكل ما هو سلبي. ما احنا مش هنقعد نقول السلبيات بس، لا، ما احنا لازم نقول الإيجابيات إيه، ومش هنقعد نقول الإيجابيات بس، لا، هنقول السلبيات كمان إيه، ولكن إن شاء الله بعد نهاية الدوري. هي الفكرة إن الفترة دي أنت عندك 6 ماتشات محتاج إن أنت تكسبهم، مش عايزين، لازم كلنا بقى نحمس اللعيبة نقف جنبهم الفترة دي. 6 ماتشات تكسبهم ممكن تخلص الدوري كمان قبل الجولة الأخيرة. يعني الزمالك لو تعثر في مباراة او اتنين ممكن تخلص. احنا المهم ان احنا نكسب المباريات، ده المهم قوي. فجرالدو النهاردة بيوصل للاسيست الخامس، ده رقم كويس جدا، عامل 5 اسيست حوالي 14 جاي من يناير. يعني هو جاي من يناير، يعني هو جاي في يناير، فدي فترة قليلة، وهو ان هو بيعمل 5 اسيست. يمكن الاعلى في الاهلي علي معلول عامل 7 اسيست، التاني جرالدو 5 اسيست. اذا صفقة ناجحة، الناس اللي بعض تنتقد عامل 5 اسيست. الناس برضو بتشوف الامور من وجهه نظرهم. طبعا هو هي الناس عايزه جرالدو، لكن الدور التكتيكي مثلا الناس بتتكلم على وليد ازارو، ولكن طبعاً. انا مثلا من وجهه نظري ان وليد ازارو مهم جدا في الملعب، مهم جدا وجوده في الملعب، بيقفل على الكتير، الاربعه اللي بيبقوا واقفين ورا بيبقوا مقلقين من وجود وليد ازارو، وبالتالي هو بيساعد الباقي ان هم يروحوا يجيبوا. جرالدو على فكره النهارده فنيا ما كانش عالي قوي، يعني هو فنيا فقد الكره كتير، فقد الكره 6 مرات، ما راحش على الجون ولا مرمى ولا مره صحيح، يعني ارقامه سلبيه، ولكن لازم ان احنا نحافظ على لعيبتنا في الفتره دي. تمام. الراجل عامل بيوصل للاسيست الخامس، نحافظ عليه الفتره دي لغايه ما ننهي الدوري. ده اللي اقصده. يعني رمضان صبحي طبعا اتكلمنا عليه وقلنا ان هو شخصيته ظهرت في الفتره الاخيره بصوره مميزه قوي. حسين الشحات لعب 45 دقيقه، عامل عرضيتين، صنع فرصه اللي هي عملها لعمرو السوليه، قطع الكره مرتين، برده من الحاجات المميزه قوي. حسين الشحات مكسب دخوله. اجاييه برده يعني ما لحقش، يمكن لعب 75، راح على الجون مره واحده بس. وليد سليمان طبعا طلعناه من يعني رجل المباراه، من ضمن ان هو من احسن اللعيبه في المباراه.